السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت مرشحات مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط، مرشحات وزارية مهمة جدا، إن شاء الله تستفادون من عندها. طبعا هذه قواعد، I يقول لك بين قوسين watch an interesting film last night، correct fair. هو ما قايل لي بين قوسين يا زمن، يا زمن ماضي بسيط، ماضي مستمر، مضارع مستمر، مضارع تام. فإحنا لازم حافظين الدليل، دليل الماضي البسيط last و ago و yesterday، وإذا أكو تاريخ قديم. فما قايل لي، قايل لي فقط صحح الفعل. last هذا زمن الماضي البسيط، إيش أقول الواتش إيش بيه؟ أخلي له إيدي. اثنين he went to school yesterday، كلمة yesterday ماضي بسيط بين قوسين يقول لك negative. شو خلي؟ قلنا بالأفيرماتيف نضيف إيدي، أما بالنيجاتيف نخلي didn't، لكن الفعل أجرده. هنا عندي went أحوله إلى الgo، الwent يتحول إلى go. to school yesterday they had an old man across the street question. إضافة إيدي، يعني هو ما قايل هنا شو يسموها الزمن، أو ما مطي دليل، يعني مثل yesterday و last و ago أعرفه من كلمة إيدي. هذه الإيدي حرف إيدي، هذا ماضي بسيط. قايل question بالسؤال، أقول did they have an old man، وخلي علامة استفهام، وخلي علامة استفهام. جملة تنزل نفس ما هي، تكملة الجملة وخلي علامة استفهام. he visited مع هذا s فعل بي s يعني زمان المضارع. his uncle every week last week، كلمة last week يعني من زمان المضارع حوله إلى زمن الماضي البسيط. أقول he visited والجملة تنزل نفس ما هي، فقط أحذف ال s وضيف ed، أحذف الأس وضيفا إيدي. يعني هنا عندي there، there is و there are. there is للمفرد و there are للجمع. there an information desk، أخلي is. there is information desk. there عندي مفرد هنا lots of clothes shops، shops مجمع أخلي are. there supermarket مفرد أخلي is. المهم there is للمفرد و there are للجمع. are there sweets shops any و some. نختار any ليش؟ لأن عندي الأني تجي ويا الاستفهام ويا المنفية، والسم للمثبت. هنا أجت استفهام استخدم any. الساعات 17 ضبط، قلنا من ورا 12 ننقصها، يعني نقص مثلا الساعة اللي يعطيني اياها نقصها من 12. 17 ناقص 12 5، اقول it's 5 o'clock. 18 ونص يقول لك till the time. 18 ناقصها من 12 6، اقول it's 6:30 او it's half past 6. I like swimming do you I don't I prefer tennis complete the preference use tennis. هنا شنو؟ هذا مهمة جدا وزارية، عن شنو؟ عن التفضيل. يقول لك أنا أحب السباحة do you I don't prefer tennis، أنت شو تحب؟ يقول لا أنا أحب التنس، هو قايل تنس استخدم تنس خليه التنس. expressing your preference considering going to the zoo، يقول لي use I'd love، استخدم I'd love. ذني الاقتراحات تفضيل، اقتراح والتفضيل، فهذه عدة تفضيل. I'd love، الI'd love يجي وياه فعل مجرد، أقول I'd love شنو؟ to. I'd love to going حوله إلى go أجرده. ليش جردته؟ لأن عندي I'd love يجي ويا فعل مجرد to the zoo. هذه الاقتراحات شو نقول؟ let's play games. هذه يقول لك اقترح لصديقك
مستخدم ليتس، ايش اقول؟ ليتس جو تو ذا سينما. ليش خليت الجو جوينج؟ هذا كلهن طبعا اكثريتهن التفضيل افعال مجرده. يا الله، يقول لك I have a Italian old wonderful wonderful watch order. يقول لك رتب، بنت كلمة order رتب. I have أقول a wonderful old Italian watch. I bought a white Japanese. I bought a new white Japanese TV. Cars have GPS so that you بس أشوف GPS نستخدم كانت. There are disc brakes in every car because لوسو لوتو to help. To help. Cars have GPS because لو so that نستخدم so that ما دام عندي GPS. هنا قايل لي if you هاي اف الشرطية، اف الشرطية if you too many sweets ايش نستخدم at، يعني عندي والله هنا فما اقول لي eat تصريف ثالث للفعل will eat. When will have if you come نختار come لو come لو comes نختار come لأن هذا فعل مجرد. If I bike to up a cake have قول will you مو do you will you هنا قاعدة الاف تجي will. Your sister will miss the bus if she get up soon doesn't تخلي if she doesn't. سمير comes لو come لو will come في الشرطية جتنا will come he has spare time. I the doctor if I am bitten by animal will see لو will see لو would have seen استخدم will see. أجري أوافق، أجري أوافق to your friend to study English together. من تشوفون كلمة أجري yes let's match the match reviews رفض I'd rather not. Invite your friend to go with you on a picnic. قول would you like أقول would you like to go would you like to go with you on a picnic. Invite your friend to have a cup of tea with you. قول would you like أقول would you like to have a cup of tea with me خلي علامة استفهام.